السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تيجي حمزة اللي مش لكم مقطع جديد. المبدأ هذا المقطع لا تنسى تحط لايك شفقات وفعل الجرس ان شاء الله صار لك جديد. لا طيب قلبي، اليوم فيديو اليوم جايب لكم طريقتين جداد لحتى تقدروا تحصلوا اكثر من 3000 مجوهرة كل اسبوع، اسبوعيا كل 3000 مجوهرة. طبعا حتقولوا لي اغلب اليوتيوبرز بيكتبوا بهي القصص انه ما في، يعني بيعلموكم طريقة ما بتكون صحيحة، بس حبايبي اليوم رح اقول كلمتين مختصرين هن طريقتين. يا اما بتشتغل على حالك كتير وبتقدر تطلع اكثر من 3000 مجوهرة بكتير كل اسبوع، او في طريقة تانية اللي هي بتعتمد على الحظ. بس هلا حشرح لكم كل شيء بقلب المقطع مشان يكون الافكار متسلسلة. حبايب قلبي بتمنى تحطوا لايك لهذا المقطع، خلينا نوصل هذا المقطع لل 4000 لايك كبداية هيك، يعني لانه رجعنا بعد قطعة، فخليها 4000 لايك وان شاء الله المقاطع الجاية بنطلب اكثر. وفي زر اشتراك او سبسكرايب او ابوني حسب انت شو اللغه اللي حاطط فيها الموبايل، دوس عليه مشان تشترك بالقناه توصلك كل شيء فيديوهات جديده. وبتمنى تفعلوا زر الاشعارات لانه اليوتيوب عنده سياسه، اذا قطعت فتره صغيره بخفف الاشعارات اللي بتوصل للمتابعين. وان شاء الله كل يوم رح يصير في مقطع على القناه باذن رب العالمين. ما حالكم يوميا لانه صعب اني التزم يوميا، بس كل يومين في مقطع باذن رب العالمين. ما بدي اطول عليكم كثير مقدمه حبايب قلبي، خلينا نبدا بالمقطع. حبايبي الطريقه الاولى اللي جايب لكم اياها يلي هي بتفوت على الموقع اللي حتلاقوه تحت الديسكربشن. طبعا حبايبي بيطلع لكم هيك صفحه، تمام، بتستنى 16 ثانيه، بتنزل شوي بتستنى 16 ثانيه لانه لبين ما يجهز الرابط، تمام. فانت بس 16 ثانيه بتروح بتشترك بقناتي، تعمل لك هيك تشترك على الانستغرام. فأربعة ثلاثة اثنين واحد بيطلع لك انه الرابط جاهز، تمام. تكبس على الرابط انه جاهز بيوديك، انتظر شوي بس لانه النت شوي، بيطلع لك هيك موقع، تمام، بيطلع لك I am not a robot. فانت بتكبس عليها ان شاء الله تكون مصور، تمام. ممكن يطلع لك هيك مثل ما طالع قدامكم على الشاشه، او ممكن ما يطلع لك دغري يحط لك صح. فمثلا هون شيمينيز، يعني مثلا هي البوري هذا اللي بيطلع تبع الدخله تبع الاجانب، فبتحدد الصور اللي فيها شيمينيز. خليني اعلي السطوع شوي. هاي مثلا هي بتعمل فيرفاي، بيطلع لك انه بيمشي حال I am not a robot، تمام. بتعمل كليك هير تو كونتينيو، بيطلع لك نافذة بتشيلها، بيطلع لك هيك. بتستنى 10 ثواني تانيات، يعني تتخيل انك بس تخلص هدول، تمام. خلينا بس حتى نفوت على الرابط جيت لينك، بترجع بتعمل رجوع، بيطلع لك. فانت هدول مثلا بتعمل لوج ان، بتعمل حساب خاص فيك، تمام. بتعمل مهمات، تمام. هاي المهمات مثلا ممكن تحمل الابلكيشن، ممكن انك تشوف اعلان، يعني في عده انواع من المهمات. فانت بس لتجمع نقاط بهذا الموقع، تمام. على كل مهمه طبعا في نقاط، مثلا فرض مثال 1000 نقطه مثلا على تحميل تطبيق، 500 نقطه على مشاهده اعلان. فانت لما تجمع مثلا 3000 نقطه فيك تبدلهم ب 3000 مجوهره. فانتوا متخيلين قديش سهله القصه. هي هي الطريقه الاولى، حخبركم هلا على الطريقه الثانيه مشان اكون اعطيكم اكبر فرصه للربح. الطريقه الثانيه بتعتمد على حظك اكثر من انه يعني شغلك، تمام. فاول شيء هلا شايفين انتوا حساب الانستغرام، بتفوت على حساب الانستغرام حساوي مسابقات من حسابي الشخصي. طبعا اغلبكم بيعرف اني انا برا الشراكه حاليا. حبايب قلبي حاعمل مسابقات على حساب الانستغرام كل اسبوع من حسابي الشخصي، حتكون المسابقات بقيمه 3000 مجوهره لكل رابح. ف يلي بيحب يشارك فيه يفوت على الانستغرام تبعي، انا حنزل بوست ان شاء الله بعد يومين، تمام، على المسابقه. الشروط بس انك تحط لايك للصوره، طبعا مو هي الصوره، صوره جديده، بتحط لايك للصوره لل بوست اول ما ينزل، وبتكتب كومنت واحد وبس. شايفين الشروط شو سهله. فحبايبي هي الطريقه الثانيه يلي هي بتعتمد على حظك اكثر. حاعمل بعد ما اعمل مسابقه حاعمل سحب عشان تتاكدوا انه كل شيء تمام. فهي هي الطريقه الثانيه، طريقه ان شاء الله يعني ما ممكن لكم انكم، يعني هذا الشيء بيعتمد على حظك بالنهايه لانه حيكون في سحب عشوائي. إذا حابب تشتغل وتطلع مصاري بمجهودك أكثر من حظك فيك تجرب الطريقة الأولى. الطريقة الأولى مضمونة كتير،
واذا حابب بتعتمد على حظك او ما فيك تشتغل مثلا بهديك، فيك تجرب هاي الطريقة وان شاء الله بتفوز.